السلام عليكم ورحمة عليكم الله السلام. عليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتورنا، منور الدنيا. أكرمكم الله وبارك الله فيكم. دكتور، النهاردة بتكلم عن الابتزاز الإلكتروني، تحديدا عن الزوج لزوجته. يعني زوج بيهدد زوجته انه بيفضحها على مواقع التواصل الاجتماعي، ينشر صورها، يعرض فيديوهاتها. عايز اعرف ايه حكم الاسلام في انتهاك حرمة البيوت من قبل الزوج لزوجته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الابتزاز أو المعايرة أو المعايبة أو التشهير، أيوة، سواء ما بين زوجين أو ما بين غير زوجين، هي جريمة بكل المقاييس، لأنها بتنتهك الأعراض. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام. والله تعالى حذر من إشاعة الفواحش في مجتمع الناس: لا تتبعوا خطوات الشيطان، فإنه يأمر بالسوء والفحشاء والمنكر. فنعيز العقلاء والحكماء والأسوياء على يعني فضح أو تشهير أو نشر أو بث ما يخص الإنسان، لأن خصوصيات الإنسان لها حرمات في الشريعة الإسلامية. من باب التدابير الوقائية الاحترازية يجب عمل توعية، لأن بعض الناس في ظل الأمية الدينية يظن أن هذا الأمر من الأمور اليسيرة أو التي لا بال لها، تحسبونه هينة وهو عند الله عظيم. هذه التدابير تحتاج إلى توعية في دور العبادة من مساجد وكنائس، تحتاج إلى توعية في مؤسساتنا التعليمية، حتى في الإعلام بأنواعه المقروء والمسموع والمرئي، تحتاج إلى توعية في البناء الأسري. هناك تدابير زجرية أرجو أن من يعني يعمل تقنين بالقاف للتشريع الإسلامي ينتبه إليه، وهي عقوبة التعزير. دي عقوبة غير مقدرة، بتترك لتقدير القاضي، بمعنى أن لو أن إنسانا، أنا بتكلم في المطلق والعموم، سواء في حياة أسرية أو في زوجية أو جيران أو زملاء أو أصدقاء، بيعمل عملية ابتزاز وتشهير، يعاقب يا إما بعقوبة سالبة للحرية كالحبس، أو عقوبة مالية من التغريم وما إلى ذلك من باب فاعتبروا يا أولي الأبصار، لأن القاعدة: من أمن العقاب أساء الأدب. والله الهادي إلى سواء السبيل. طيب، عايز رسالة من حضرتك للأزواج اللي بتعمل كده في زوجاتها، تقدر حضرتك توجه لهم إيه؟ هو حضرتك اللي اتكلمته في المطلق والعموم يندرج أيضا على الزوج والزوجة، لأن ده بالعكس، ان الجريمه هنا تشتد. ليه؟ لان هو لم يراعي الامانه. يعني انا مش عايز الموضوع يكون مشخصا، لان انا لا احب ان اتكلم في اشياء خاصه. يعني نفترض العكس: زوج مع زوجته، او زوجه مع زوجها، او اقارب في عائله واحده او في اسره واحده، او جيران او زملاء او اصدقاء، لكن هي في المحيط الأسري والمحيط العائلي طبعا بتتضاعف الجريمة، لأن ده فيه قطيعة للأرحام وللعلاقات، ويجر على مشاكل بتلحق الناس. يعني في المحيط الأسري، لو أن زوجة أو زوجا سيان لجأ إلى هذه الطريقة الرخيصة، طبعا المعايرة والمعايبة هنا هتلحق بالأولاد حاضرا ومستقبلا. والقاعدة في التشريع الإسلامي: ما أدى إلى الحرام فهو حرام. طيب، عايز استفسر من حضرتك على حاجة بخصوص موضوع قطع الأرحام. لو أنا حد من قرايبي أو من أهلي هو اللي بيبتزني، وأنا قطعت صلتي بيه خالص، قطعت بيه صلة القرابة، في حرمة نية هنا إن أنا أقطع الرحم؟ هو الإنسان يكون وسط، لا يختلط بما يؤدي إلى مشاكل، ولا يهدر بما يؤدي إلى قطيعة. المؤمن كيس الفطر، يعني الإنسان لا يهجر أقاربه
ولا يختلط بهم بما يؤدي إلى اطلاع على خصائص أو أسرار، ويكون وسطا بين وبين. أما إذا كان هيلحق منه كما تقولين أذى أو ضرر محقق، الإنسان لا يختلط بدون أن ينوي الهجران، لأن الهجران ما بين الناس أقصى 3 أيام، وبعد ذلك لا يحق الهجران أو القطيعة. نعم. بشكر حضرتك جدا سيادة العالم الجليل الدكتور أحمد كريمة.